اهلا بالمتتبعات ديالي الوفيات. في هذا الفيديو غادي نهضر لكم على واحد الفتره من الشهر اللي كتكون متعبه جدا، كتكون فيها اضطرابات هرمونيه في الجسم ديالنا وكذلك تقلبات في المزاج وعصبيه. في هذا الفيديو غادي نهضر لكم على الروتين ديالي خلال الدوره الشهريه، كيفاش كنتهلا يعني في الجسم ديالي، في الراحه النفسيه ديالي، وكذلك كيفاش كنهتم بالتغذيه ديالي اللي كتبقى جد مهمة خصوصا في هاد الفترة من الشهر. أول حاجة كنوجد هادوك المستلزمات اللي غادي نحتاج، بحال الفوطه الصحيه. الفوطه الصحيه كيف ما كتعرفوا لي خاصنا نبدلوها كل ساعتين لتجنب تراكم البكتيريا والجراثيم فيها، وحتى حنا كنبقاو مرتاحين من كنبدلوها. وايضا كندير واحد الصابون طبيعي او طبي لغسل المناطق الحساسه، كيف ما كتعرفوا في هذه الفتره كنعرقوا بزاف. واحد الحاجه كنتفادى انني نديرها في هذه الفتره وهي ازاله الشعر، لانها كيكون هذه الفتره هذه كتكون عندنا البشره حساسه جدا، وكيف ما كتلاحظوا واحد الالم كيكون اكثر. ايضا كنحرص انني نعتني بالبشره ديالي في هاد، خصوصا في هاد الفتره كتكون عندنا زيوت زائده في البشره، كيكون ضروري واحد التنظيف اكثر. كنحاول انني نستعمل فيتامين او للبشره ديالي، وايضا كنحاول انني نشرب يعني نوجد مشروبات ساخنه في البيت، كنتفادى يعني المشروبات الغازيه. كنستعمل هكذا الشاي الاخضر، شويه ديال القرفه، فيتامينات، كناكل الشوفان بزاف. تغذيه مهمه جدا بالنسبه للبنات اللي كيتزاد الوزن ديالهم في هاد الفتره هذه، راه حاجه عاديه لان كتكون عندنا لا ريتونسيون دو، فحاجة عادية أن شوية يزاد لنا لبا غير من بعد هذيك الستة أيام راه كتلاحظوا أن في الميزان كيهبط. هي حاجة عادية، ولكن حاولوا البنات اللي كيجيهم الجوع بزاف هاد الفترة وكيبقاو كيتشهاو، عندي لكم واحد الحل اللي فريمون وافقني بزاف، وهو كلوا واحد الكمية كافية من البروتينات، ما كيبقاش يجيكم الجوع بزاف. كل الخضر بزاف، ضروري لي فيبر. هاد الطريقه انا والماتني بزاف، لان اون فوا كتكوني واكله واحد الكميه ديال البروتينات كافيه اللي الجسم ديالك كيحتاجها، فما كتحسيش بالجوع. واحد الحاجه اللي مهمه من غير التغذيه، وهي ضروري اننا نديرو الرياضه على الاقل، وخا غير المشي في هاد الفتره هذه. انا ما كنقدرش ندير لونطريمون ديالي ديال دابيتود، بحال ما كنقدرش ندير القفز، ما كنقدرش ندير شحال من حاجه، فكنحاول ندير هذوك الرياضات اللي يعني ما غاديش ياخذوا مني واحد الطاقه، بحال كندير المشي، كندير شويه ديال اليوغا لانها مزيانه، كنخرج كنتمشى ايضا باش كنشم الهواء. كتعرفوا ان شويه كنكونوا ديبريمي، والمشي يعني كيحرك لينا ايضا الدوره الدمويه، لان كيكون عندنا الاحتباس ديال الماء في الجسم ديالنا. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجبتكم. سمحوا لي على الغياب ديالي لهاد الفتره، يعني كتعرفوا ان دي فوا تيجيونا ظروف وما كنقدرش نحط لكم دي فيديو يعني بشكل يومي ولا اسبوعي. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، كنشكركم على المشاهده.